waxaan ku dhameysanaynaa daalay ilaahdo وعد الشيخ محدين نسي جيدنا إن شاء الله تعالى لكن وعن جعل لنا عرصير كل فاغضة وإيهان ضدبا وحي هرتاقين ضدك أمواضا إن محلو أقريب وحي إليه وحاس مبقى أرهزين أي وحب حيام مرتعاونا وحب كؤغان إن شاء الله تعالى وعرصي أن كدر سنة هيو شو محدين عاون هكذا نوح إلى رب إن شاء الله تعالى أنت إليك وافتيو أننا سفع عن بلغيها نحو اللي يسمى هذا الشيء غم سدوينا مركة بونغا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا مركو هوري تعسي وحنود رينا شعال الصلاة شعبد فنح أهل كيسي ملك سي جوغان أما ما أنتي مقالة استقم هجوغين يا محل كان نوان قصو قلنا هاي أنا ما لك لا حكم أغنى عليه كله وحن ودرينا تعسي وحن لنا هاي إلهي دمبي سهر دافو إلهي دمبي سهر دافو بدكي وكتغينا أجر كودا الله وين أيو بدل الخير قوانا الله كسيو سلاسة يامين مركا كل واحد دينا وح موضوع قارك هذا الله مدى مع صنعي بس هذه أولى يسوي من وحن تذكرة وهذا الله صوت على ربنا مرة وحوان كتابنا إلا إن شاء الله وإن جعلنا هاي وقت يكالي وأن ميلها نسوي من دون نوم مرارك قاركود وحفل لها قاركود اللي يسوي ما له وموضع الوقت بير ربا إلا كهذا الله إن شاء الله هذا لو حن بان كتابا دون نوم أولا هذا ما يشعر وحا كدعي وحلي وحل إلى هذا الجيري يريد الله قف والبكو إيمانا هي وحل إلى هذا الموت نهاية كل حي يريد وحو هي وحك استور نوربا وما يشعر يقول إيمانا هي شعر تريا ميكي لورين جري كعب بن زهير وولي والنبي قرتي سؤوك تريا واتي وها كل ابن أنفى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ويل كبار إلا شيء لما أنتي لبدي لي دي صحابة ديراتي ما رمي متخيل عشر الوقادي دون أولي مركز سيدة هدى إلهي وشيغي أفضل بو أنا لأن لم يلو حقوي ما لهي جيري أدو يرى إنتو ربها صور نولادو عمرو ربها نولادو عافماتكو ربها هيرو ووعد إلهي ويسساري سيدنا بعيد وكير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي وعلي هاي نفدا ما انتين ومدي جريد لمنيس هذا الإلهي وكل واقعي ويهي وحلا باتشنك لنا معه قالوا واحد جرى واختيار أي إسكود دايانو مركا أي كل ريوضان ويرهانين طلو ما اللي إسكود داي كلا جيري لأين لباكيو وحي أركانين أي تهوح مستحيل عن صورة قلهاي حتى والا أركتينو لمن كان لجعري هاي قالوا با أنت لقول ركبا واحد لي أحريق دي سيعرين هاي لو البالي هدي قال في وكوشر أنت وغفره لا فلاح لقا قال لي أغفك عن مصر سعودي تج وحي أدو كور إسكود دايانو أي رهاني ما اللي جاري كلا هير jirro oo dhanba laga hortago oo dadku aysan jiranin markii dambe waxay qirteen jirradu waxay yidhaahdeen caalamkan hadda aan jirno qayb ka mid ah ayaga la noosh waxa laga dhameyn karaba bal waxaaba dhacayba cudurradii ay yaqaaneen kuwa ka sii xoog badan
هذه العظماء رضنا وأوينا ديولا هذا أسفيريس واحد دواي الله يلا مار ما قلت والنادر واحد دواي الله هذي انت هذا واحد سنة يساء وعجزك ابن آدم كولي يسيدا إلهي وقوطة لقري ووحك الصورنا في كوتش دبا إن آخر كيسو ونغن دونين وقيريوه إلهي وحليه كل نفس ضائقة الموت نفل ما انت يدو قريبا إلا لبنيس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أبالك إن أبوح وحالا إذن سينا إياه إلهي رمالي تقيام آيات مركب ماشا واحد موجنا إساء قفك هدي أدوية دا إنت وكسو هي خير وصبيعيو يهدي شر وصبيعيو أدوية دا قده دا كوهي لمهي جزيه سي وبوح كوهي لمهي أبال مرنتي سقيف كمي دا وهي لكلا هدي إلهي وصوهر مريو أما كل ما هدي ربديم هالله قرده لكن قف أما خير هسامي أما شر هسامي أي جزيه سو بوحا أدوية دا قده دا كوهي لهي مجر أدوية دا هدي أبال كاغا أدهشو وأبال كاغي قيف كمي دا وحال وصوهر مريو أما خير شغيس أما شر صغيس لكن جزاها قفتا يوحنا عها يا قيامة أدوية روح والله إذكت صارينها يا سيدة أيدي إلهي وكلها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا إلهي وحي لفساد با مغريب ويري وبدأ يا بحر بدأ يا برغة لبدا وواه كمو برغة يا بدأ خرمنا با مغتري ما هو أمه ليذيقهم بعد الذي بعد إيه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صوت أمه ذا وحوى يدك قعمه ذا وح الشقيس فيه وح الله وجه عالم كان كلعه هذا هذا كيس معلوم له الله إيمانه بريها نبيه على وح كسعودي وح اللي هذا البركان ورجال يوروبي يا مريكا يدك وحياله وين بنكهنا لها يا له دي ولا كيس يا أسبوع ده من فلسطين اللي هو دي لهم اللي خلو نجرك سلا على إله وحوي لا يليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا إنه ندنسيه ندخل حيالها إسمائيا قال كود قال أبا الكيسين للنسيه أكمد اللي قال لي يا روحوي لعلهم يرجعون إنا النغضان ومركا حمان تاس يردبات ذا يكسوا هنا كالنغضان قفك واحد اللي له لا مركي مصيبوين أما انتحان أما جرر أما وحياله أصلا قديبها يوسن دونين دنا أصلا وربوه وحيالها مشكلة لها يا دويا ذا مركي يكوي مالا وحا أورنا وحاوية وحياله قفك الله بصوه ومرنا هيا دندق أصلا وسنين لكن واحد اللي له لا قفك هدي آخرة وحويا لا أمارك دب الله قديبها يا دويا ذا تمتعاتي صنم بلو داية واسكا عافمات قضاء نمري ديربوه الهي ولي واح مشكلة يوح الأولى مرغوضي يوح دواتا أخو إمان مهيا تاس أوك لقفك مركي أي كنت ماندو وحا ليرا هذا استدراج با ليرا قفكاس يعني وحا الله تلقى لي مرنا حمان في مسان كسر نوار مرك على حاصل جزاها دفتا يوحو نعا هيا مالي ساقيان إلهي مالو قصي ورماء دوحوي فمن زحزح عن الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قفك النار تلقفك إيوه جنة تلقريوه قفك سوى ليباني وإلهي لمن تسوى لمن تم إلخل إلهي وكلها ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما والليبان وين فدوحة وهي دخول الجنة وفوز وين جنة إنات كشوك صوت هذا جنة وح إلهي قفك وقوع والمريه وح أبوه ناكسن وي ومال إلهي الراحة وقتلق لي وحديثك قدسها إلهي وقلها أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الضوء مدى وناكسن وحن الدياري وإلهي وحن إلي عرق لقنا عيسا مقر من آدم قلبه سنع كل عين وحيالها تمتعات كاية ينادي إلهي وكود ياري أدوية لا وح قصوغا وح لغو قياس كرما هذا وحا وي أدوية لا وح لغاية على الصومالي وكالية مركان شون لغفة لكن هذا يروف تكتايا هذا ما يعني نروف هير سراعي تهايو راحة بانتو كده هذا هو دكتي إلا دريسنته راحة حوق يدي لا تكسوك عليه يه إيه باشا وحا وغطي وعدي قولي يقول قلحان إيو وحيالها لا أقول لأدكسانها يوفي في عالي أطوغوتي ما داري
لكن انا تعب يا بيب يا وحيا لبضنا اولي من قبيل انا دليمي سنبا دكتي فحوي الدنيا او ضنبا تعب كاسا الله تلقل هوا كلا دراتي الهي عيده كله لقد خلقنا الانسان في كبد بولاي بنا آلم كوحن كوم نيب الهي لب ولي يبدبات السجل هيا وكري حتى متك يعني حوالها يستعدبات كجراء متك ملاحظة لفتي يستعدبات كجراء نكرا آياتك لفتي يرواتي إلهي معناها صوك لو قلها ومركو إنسان كلها إلهي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه إلهي قل آدم كانوا إنك كادح إلى ربك كدحا معناها إنسان كانوا وحاتها مثكي دباتا دباتون هياتها إلى ربك أتبعت فملاقيه إلهي مثكي لكم ما هي marka inta adduunyada lagu jiro meel kasta hal la tago ama meel dagaal ka socdo ama laga soo kacaana lagu noolaado ama meel labada hal laga yimaade qofka insaanka ah inta uu nool yahay dibkaas ku jira waa dibka maalinta uu ka baxayo waxa weeye maalintii uu geeriyo hadii khayr uu hormaray adduunyada intii uu ku noolaa waxa wanaagsan hadii uu sameyn jiray maalintaas ayuu marka yaani ka baxay marka ilaahay marka muxuu yiri wama lahayatu dunya illa mataa'ul ghurur walashaa yani adduunyadu ma aha illa wax lagu intifaacayo oo lagu raaxaysanayo oo lagu kasoobayo maana wax kale maahan ilaahay wax yar oo lagu kasoobayo qofku inta yani uu ku sugan yahay wuxuu moodayaa inuu wax haysto laakiin wax yar ka bacdi waxaa ku baryahay waagaa ku baryahay caafimaad darra imaanaysa دباتا إيمان إيسا قيريبا إيمان إيسا تمتع كسوى الدير يعني أي لا هاي مركو رقفه أنه ليهان راحي سيجد متصافية ما واحد نرسي باقي من ورها يوسي جرها يما روحنا لكرة مر والبا إنا نقيريبا حصوصنا أنه نبو حديثك صحيحة وحكوير اذكروا هادم اللذات واحد حصوصتان با نبوير معانية دمتك قوينة يا حصوص geeridu waxa weeye wax alla waxa anagu raaxaysiyo aan ku jirno wixii qadcinahayo dhammaystirahayo weeye waa caalamka kan hadda anagu aan ku sugannahay waan ka baxayna caalam kale ayaanu gudbayna marka markii geeri ay dhacdo had iyo jeerba haddee bini aadamku waana qaadan mahayo waa shaanigiisa anagoo og inaan dhibanaynaan hawlo badan isaga jirna xasanu bisri oo taabici ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت ما أنا أرق بير وحل الله هو ووحل لك الشك سيها كيريد أوقعك ما أرق أنا قف أربع يوحل أوقي هاي أو مسلم إنه لمن هاي أوقي هاي سيدو أولاق بها يانا وحل وينو سن لمن إنو كروا هاي رد يلا بيان صوت وصنو لني إنا نقاري إنو ورك ما هاي لكن استعدادك ما هاي استعدادك ديار قلوقي قف والبا يعني وحكو تلقل هاي inuu labaatan sano soo socota soddon sano soo socota konton sano soo socda inuu noolaan doono hadda taasina marka waa amal ee wax gacanta hadda yani noogu jira kamaahwa marka adduunyada yani xaalkeedu waa sidaas xaaladda aada iyo aada u dhibka badan weeye waa arrin la rabo qofku inuu ku waana qaato waa mar walba waxa weeye marar badan qof walba ay uu isxusuusiyo آخر كيس وحا وقود ما يندون خبر باوح وحا كفى بالموت واعظا قفك يعني قيري باوقف لو حسا قوانيا حي يلي قبري هدي اعتماد ايو قفر عاصا هي اعتماد ايو هدي قلبي قاقو النور يهي انا يوحكو قلام بارلارك لكن وحا الرباطان لفتي يدا انا عدين بغن السوس السؤال وقاتو هدو يدا انا اتكتاكي دوانتو فتبغن ما انتو حلق يسادن بيا فربغن كجيره koo maanta wadanka jooga diinta sheeganaya dadka dhiiggiisii banaystay ee maalin walba tirahayo maalin walba gowracahayo haddeen waxaa u dambeeyo la sheegahayo kuwa baarlamaanku koo fundiyaal wax u dhisaayo shan ka mid a inay gowracaan badan masaakiinoo soo shaqo raadsaday oo kale miya marka hadda howlaha noocaas oo kalea markii wixii la rabo layska sameeyo waxay noqonaysaa inaad ku xisaabtantay adduunyadan laftigeeda inaad iska sii joogi doonto adduunyada masii joogi doontido wixii aad u waada la timira waa lagu weydiin doonaa xasanu bisri waxaa la yidhi qabriga
وفلا عصاها يمركو سوء بستاقه ورنجري إن همرًا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أولي أخير محيلة سلاة يقدم بيسا وصان قدم بين دونتا وحيكوها بونتا يقول بلو يده لقفه من زاهد نورا ومركا أدوية لو كفر هذا أدوية إيسا النقام من مدي آخر إيسا كشغلس كل أدوية لغا مارينا هيا لكن قفكو إنه كنت ألا روحي خير الصمين كريم نسكا سمعيه قل آدم قد قوضي سوى ليسا قد آهيا انت عانس خير عليك أنا مركا وإن قيرين التذكرة لهم نغطا ماني والبا وحاول يقف بعد ما نحيا انتينا وحلقا يا ماني والمدد سوى أركي كرتان يا مركو ينوها يلا يلا حدا حتى ما انت اللي يلا تيري انت قفا أتغانو قيري يوتي يا أحلى تيري كرما لذلك هاد دعاد أسي دعوينو هاد دكوه العضي واشغاس من سنة صغو مرحي ذو وأجي وحي عروا عن يراب ويري وحق الله وحي تشوري ويري السلام قنبالة ينقر مدوى ما تقف لك من نوع الوثي وقالت هذا وانا رو مركا فعلا الله يرات أمه ويناتو وفقا يعني عدر دار إلهي باصارا لنجرك مركي النبي عليه الصلاة والسلام وكان لهي أعدل الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة النبوي إلهي عذر دار كي سوى الزولي أو وح عذر دار لي هذا أوصل وقتقيني قف إلهي عمري يسدي بورد لي إلى أولحنا سنة كجاري قف كوالغوت المعنى كالي يلا قالوا معها إلو قد قال هايو آيات إلهي يقول لي عمري قال له على إسفايس أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي موانا ان عمر سنين انت وكو انا قادنا يقفكي وانا قادنا يقو انا قاد هذا لا نجرك كريما حتى هذا القنقار فقنقار كان لا تلا ابو حجه الهي هبصي كلا دراته وي كل لازم ايس ابو سلطان هذا كان سمحا كو وي معناه خبر وحا كو سغنا من بلغ 40 سنة ولم يبلغ خيره شره فليتجهز الى النار قف في أفرت السنة انت قارة خير كي سوصا شرطك بغمين وصمين هايو نانا يسو دياري صوت هو حوهي عمل كادو عدو ايبان يسم ميزان ايان لسار هيا مركا واحد لروا مركا عدو يراتو حتى هذا المر والبا خير على السميني انا اتخير على السمر والبا انا دم بقرها كل جدا ما ان قفو خير كهو كود دالا ايو حيالها اتكارتا ايو هدى اجر كفراها بغم وشيغي انو قفو مركا استعمالو marka nafteena waa ku baraarujinahay anagu dhamaan isku baraarujinayna waxa islaamna Allah arko laakiin hadaba waxna la amraayo oo quraanka Ilaahay uu leeyahay wada kifa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin maana dadka waani waanadu waxay anfacdaa way wax tartaa dadka mu'mininta geeridaasi marka waa meeshaana wada sugeysa waxa ka horeeya almaraynaana waa intixaal oo Ilaahay aayad kale waa kan ku leh kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إلهي وحي النفر لما أنتي قيري مدينة لمن يسوي شر إيا خيرنا لبضى بوائد كل انتحامين روح اللو يجي إلهي جرابي تقفك أي الله جرابي هدي إلهي أكون عمي أدوية قديه وإلهي عاتماد أكسيه وإلهي عمر الليل أكسيه وإلهي هنتي أكسيه وحاس أردن ووح لغوه انتحام هاي وانتحام حتى وعيالها نعموين كا انتحام كا معنيه سمحون نقونا هيا وحا رفيرنا هيا حل لقاء الهيستين نعموين كا ما كفى إليستين يو إلهي دا عديسة ما وقفى إليستين بصراحة وقفى إليستين إلهي عاسم تيس كوب وحيالها شرطة لبسي وضوء انتحام وحيالها هنا أدخل عضوء لغوه انتحام هيا إلا وحا لجب وحيالها إلا تكفى قاتل نعموين كلا هواين لقى فايدة استوحى كم بضاء عافمات كالفتيس إيها داما هذا مشغول وحكو مشغولية إيسا قعنت هذا كجرين وحديث كصحيح النبو عليه الصلاة والسلام تقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراق نبو وحي الله والنعمه إن بضل ودتك كم بذي وكو اللو كذي ونعمات إنت يا هايستان لبضى النعمه ويكو كالسومان وكما فايدة استان نبغى لوادي محوك شيء وعافمات خير عمر الله أنتوي قفك مركو عافمات قبو خير بضل الله إيمان كراجر وهدي عذر خلع وسلع إيمانك
حيث مركو عذر فقال هذا جيركي سبا مشغولة لأفتي سبا مشغولة وقف أصوفه ساعات كستحتا هدو ذاتك إسرادة حجيرا وقف إسكار لباته يسوي وهو دريمة هي ضعف يحنون يتبردر وحيا لقلبي يسكو جلو دريمة فلا غلبتي يسو قفك إمتوصا مشغولين وعمشقوا هيا إيا إلماء إيا قول إيا أولاد إيا مركا حتى عدل يراد ويهو فلا غوف سويا يا مركا ذاتك يسو لغايا بيني وينا دان ومركا لفتي إذا وصل مشغولة وحيا لها النوع عصو كلا وحليا القفك وكفا إذا سنكروا إلهي دعالي سينو كدلا أما إنو وحبرت وحي إلهي قاسين وهي مبرت وحي مركا سيدا سا مركا وحا للربا وقتي إن إنا كفا إذا سنة إيا للربا ذاتك أن نقه الريو في عنا وقتي بوضا وي كنترولي كرينو إنو حالي شيري إلا ذاتك صالح إنتا كان بدو هذين إنكي مركين لقارو وحترين كريو علي ما رنتي قلم بوانتا داتوبة وحيا لها السمعي وحي خير السمعي بيه غمانو كان لعي وهبين كي مركز حسابية إلا صفت وحوي حساب وحوي نوي معنا هيو النبو عليه الصلاة والسلام حديث وكيف الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان متك عاقل كاوحوي ومتك نفسي سحسابة محا خير وصميسي محا شر وصميسي قيل إذا وحكى الدنبيانا وعمر فلا متك عاجز كأه عاجز كالفتي جيسا بغن كاللغة العالمي قواليا معناه هو أحمق ومركا أولوك عاجز ويحيد بني جيسو أيهو جيري وحاوي متك نفتي سرعسي وحيد أشعر ولو الموحيس كسر غير هيا نفتي سو حيد أشعر فقالت وإلهي كتب اللي يعماني وحيد إلهي وغفور الرحيم إلهي بعيدا من الأفعال وفلو اسكسر غير هيا وحمعنا وكذا marka hisaabka aswana la karabaa khabar kala waati uu ku sugnaa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ta'ahhabu lil ard al akbar ala allah ana nafsi ma hisaaba inta ma in al hisaab marka waxa u diyaar galowna bandhiga weyn oo ilaahay la idin bandhigaayo haya dadka hadda arkayso makhluuqa soo dhan adoo qiyaamaha diin la gaaro إلهي وجهي سوى الله الكيرهي وفو البقار أهم بار الله حسابه ففي نبو حديث صحيح وقلها ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ما نبوي وفكستو أذنك إني كاملة وحا الله بردون ربه سي أصبوا أي سرعون لحين أصغي ربه وحترجمان ليلة عدي عن هذا الكوكرة مصير إيسا قفك يا إلهي وأسعفك على الهي لغضنا وقفنا أقوال ما قلت لغضنا ومدى رفتها أهاتي أليه يا إلهي وأسعفك على الهي سوا خلقه الحديد فينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه وينظر قدامه فلا يرى إلا النار تبقى وجه أديث معنى السلاوها لن كبير حباب فينا عمل كيس سواء موقعنا يلو صوبان لك لن كبير اكتا عمل كيس فلت يصوف فينا يا نار تبقى موقعنا فأسا نبو محيب فاتقوا النار ولو بشق تمرة بألم نار تسكى إلالية ولو تبير جيحي أظهر بساتين بألها كدير ما نحلو رجينا وعجانا خيرات يا خدر أما صدق الله أما صلاتك أما وردي qofku marka waxa loo baahan yahay waxyaalo awraada inuu sameeysto oo helinkii maalintii awqaada qarkood uu wardiyo awlaad badan waxa jira hajarkooda aad ugu badan yahay laga yaabo in dambi uu ka dhacay inay ka qaalib noqdaan ilaa qofka hadii xaykiisu uu bato uusan ka badan shartiisa ee shartiisu ay badato maana u diyaar garo macnaa waxa loo leeyahay qofka hadho qiyaabo waa la miisaanaya marka ka fadda camalka la saaray hadii shartaadu marka badan tahay maxaa rajax sanaanahaya كفدي شرطه مركب الاحسان عليه ثاني لا يوسف عارفين مركا واحد نوانيس انا مركا ما اكتب شيء نوانيس افكي مركا واحد ويا اسغا حق وراك يا خير كمركا كو دلاله بندقيدا الهي لو بندق هيو ميد دي بدن اسغا و نكون ميسو سو مركا و نكون هيا قولده الهي و ليهي اما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا qofkii kitaabkii sabirka laga siiyo qofka waxa la xisaabi doonaa xisaab fudud baa la xisaabaa marka haaskiisu uu gudoonayaa reerkii jannada ilaahay ugu diyaariyo asoo faraxsan ayuu qofkaasi u rogmanayaa
marka inta la nool yahay xisaa waxa looga jeeda kafadaasi waa masuuliyisay ee maalin walba waxaan sameeyayno yeeleen walba wixii khayr aan la nimaadno iyo wixii shar aan la nimaadno inaan isku miisaano kulli bashadna la ka waayay mahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون من نبوذي من آدم كأطن وابدك قفضا لكن كوا قفضتك أخير قفضا وكوا طوبتك يعني هب إلهي من وضع استفارتي الله وشهد إلي ماذا كل دلالة إلي هب خير بلان صليا سداوي مركا هذا قيري ذا مركا دا علي مشان هذا قيري أمام السوني بذوقا دا علي ردك مركا ميت كائن لي سوي ماذا ومركا وحي الله صنعينها بعض الأخبار وحي كشاك ذا قفك ميت كاهل لمديا كالغرير ينتظر دعوة تلحقه من بعد قف يعني هفطي ومركا سوغا يدعا قلاشي سأغطى مع الدوكرة هاي القفك مالها ديوه الدوية كتاقه ماشا أقوه الرئيس ومركا ومالها يا قبري قبري النبي عليه الصلاة والسلام بالله القبر أول منزل من منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه خبر معنى سلاوة قبر قوحة وهي مالها قف وآخلة ودقها يواميش أقوها الرئيسوي قبر قوحة برتلماميد ويهي وحاكو بصر صعود هذا وقيامها دي اللي قالوا لو أن يقف في قبر على في سكب الدالة وحكذا بيهوي وفد دي قف في قبر عذاب كيس أن كبد بعدين لو حكذا بيا ويوع روسيهما. مركب قفكم مال هدي وجريودو. مركب وح هو امتحان كي يجوري وجلايا. وحب هي لو دعي وبهيا. وحب هي صدقاء الله بحيا يوبهيا. هذا علنت أن صوالي على الله يقول يا ذهاي. وقال قال كل أن صو قابلي. مرد مرة وإن شاء الله هنا سيادو سيد بحسن نفسي كذا وسي هذا الله. مالان سوى سعوغا هذا ما لفتك إذا ويجدا وحاوه إن صدق الله بحي وحشر وكي يمدو شيء عن صدق الله وشيء إجماع أيضا وحاوه عمل العقوب بحي عما أنه صميه وحالق أما مساجد وليس عما وحاصل وحاوه هو صدق الله سوى صدق لغوك ونسيء وميتك إما بحنا نبي عليه الصلاة والسلام إنه يدي أي جيريوتي والنبي قوي مدى جيري مركا ويدي حديث بخاري وها وَمَنْ يَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا فصحابي يقولون جرى سعد بن عباد وهي إلهي رسولك سيو هو يري وي دمتي على كم قن وين عن سمين لها بل ما انا جوجي وحم وحمتها يا هدار بخيو نبي حتى واحد قال ما ويدين شيء شيء لغال عليه إذا مكي اللي أقوى محوان نكير وحوال بقول دعاهية واحد دام هو يري وبحيه نيوغ مغرى واحد سمحيه واحد بحينا يسام الله عقبة واحد بحينا يسام حوالة واحد بحينا يسام عنكلة واحد بحينا يسام بيربة واحد بحينا يسام مشاجبة قوة قفصة واحد بحينا يسام عيلة قضاء شيء مري نيوغ مجرى صوعا كلا قادم نعم ونقول ولوي كي يلا عكس طبعا ما بيشين كلام لكن حول الله ما قال يكره ماشي كا كان أي جاي قام بيلي كا كان الله ما أكيد واحد دليل الله عمدنا طبعا نفسه يقول إيسي قال ما راح يلي يحي ما أنا هاد قفك حولها الله بيحل ما هيو وحاني وما أهل إلا غير الله بين نقناه وما أهل إلا غير الله ولا يقام ورام كوكا وحوي وما أهل إلا غير الله ووح إله ما يسمع عنه الجوع العيون ما قال وصلامت مكي قالوا ذو مرعيلا يقول رعا هيا حوالها قلها هيا أما هبل أما عز أما مناط وحاسي كو قول عجل لكن حوالا انتلا قال إلهي مجيس اللو قول عاي ولما حتى مرعي اللو قول عاي نفسي يهدو ما وضا قبان فقال حتى شائما مشافعي ما قضى إنه شربي إنه سنيه قضى لكن ما شوح على رفي لنا قفك وحقلها إنه مسلمي هاي قال تصميه ذا شربي أنا ويجرا ما قال أكحيل قف كان هذا واحد هو يقف الانتاء وقف وهذا ما أنت واحد كور أنت قف نور هذا الحوار أقوى مرتقاد أنت أصله يجيو كاسو حاله الضيافة والضيافة هذه لسنا والصدقة حكمكم مرعية كذا بدي شو كذا يا مسمعنا واحد كان نور ولا عبودي كلام مثل الانتاء العرب وأراء واحد كل سنة وضم باي بادرته ولو هذا حواره تدور يسوي إل بحيره هذا واحد يقول تدح بريه اللوك هذه وكذا يوم ما أدري وأقصو طيب كلامه
وهذا وحي الله الله قالها يوعنا وهي أن مصيبة بضنا إيه فلا واحد مودع وحتى دور لي على فكري الصوق علي وعلى فكري خلطة هذه مش أسميش كتير لأنني ما عمد شيء غير لها حلوك مجرى يا عنال بل هذا وحى الله بحي وحى وفض لبضنا وطعام كالفتي يسع عنال وهذا حديث صحيح عمرك النبي لو يدي البخاري ركى لي ورينا أي الإسلام يا خير إسلامك محاو خير عمرك النبي تدعم الطعام عنا الدحين يسا وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف من لبحنت حتى أيضا كفر من العقل بحيو انت سوحا دلد السبو رساء عنادة صورت على العقل قفك علم هاي لكن عنادة وواحا قفك ولبا شيرا يجيرك سبا قلها هي واريا مركا لنك أسلم بقول نعم بوي نوع قصد كي سوي لم حمر كي فإن حائدي المخراف صدقة عنها لم يحوظة المامي وهو يري بيرتا إذا الله قرانا هي بير بالعرب ومدينة كلها بيرتا إذا الصلاة لما هو يدي وبحي وانتو حانو مرة يا نسانا نوفو الله إنما انك ما هي ورن جيرين بيرها مقعب يكون مقعب جيرين لما كي صوالي كلها ياه أسان تيار بي ورن جيرين وانت انه يا اسان تو بخنا يا مجرا اسي الله لو ادي بدن صحابي قاس مركه بير وين ولها مود البيت هو يدي عم بيجي نبي قولا وحبكم او سن بيدين واحد هنس وحان هويداي او بخيا ما غار هي ام صدقه مركه قفكه بخنا هي ام قفكه دله هن نوقد ام قرابه هن نوقد ام مسلم هن نوقد صدقه سيده ما ان ميدك غاريسا او متف حديث قالوا هذا واحد جرى مثلا إمام كان ليلى هذا إمام أحمد كتاب ليلى كتاب زود ليلى هذا وكون نهايو حديث كسنة في سوا صحيح سنة وقصة قال لها جلال الصيود كتاب كيس الحاول الفتاوي ليلى هذا أول مكان رمى يلين داووس ليلى داووس مكان لها تابعين تواوين بكم لها ولما أول مكان لها حتى عبد الله بن عباس وحيري أدركت 70 من أصحاب محمد بوي تضلات النبي محمد سعد سكمل سوقاري وهي مديرة وقال كيف الشيء هي يا الله منا ننكاسي مركو أرنتا كهذا يوم الليل إن الموت أو سلف كي بقال الله يا أصحاب يدك تابعين تها وكلاه أسأل نفسها تابعين تكمل وسوقاري يوم الليل إن الموت يفتنون في قبورهم 7 أيام وكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام تذكر دينتي قبري ودا وحا لو فيدنيا 7 maalmood oo sida hadiidka laga garanayo fidnadan ee su'aasha waxa hadiidkaasi u tusinaya 7 bari inay ku soo noqnoqonayso oo wax la weydiinayo waxay ahaayeen buur waa dadka salafka ay asxaabi qeyb soo gaaray inay sunnanimo arki jireen oo wax mustaxab ay arki jireen 7 maalmood boqofka in cunna laga bixiyo hata reerki soo ray ka bixiyay midna gaalmo حديث كما حديث صحيحة وسنة كيسو صحيحة جلال الصيود من لم بوغها الله رقع في ركت قاعدة إلي هاي هذا داووس كاس حديث لنك اللي إلي هذا حديث كاو أكيم إلي داووس حديث كاي ما لها صدح وغفر أي ميدو عليا لنك وريوي أصلي حديث ما يكو حوالي مصطفى عشو أي شابلت يا وريو عبد الله بن عباس كلي جيبا كوري حديث كاس رمضان الله يكاد لأنه معنا هذا يوفصل إلينا اللي وقجي لأنه إلى طوام فصير بها اللي قريب هذا ما هل هو قال نيك حديث أصدح هذا اللي قولي وآه نيك اللي قولي إنو يا نيك هذا أنا تدوب بالعناء اللي قد حيو شيئا هي مراقب في قيري ودي حديث صحيح دقن كهذا مركز صوماليا إيتغاني هم يودينا دقن عجلا إنو يا ودقن سنة النبي يقص رئيسا حديث كان كلي سوق على رسول كوري واجرة وجرير بن عبد الله البجري يقولها كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياح وحن كثيرين جرمي ذاتك اهل الميت كائن الله كلمه يأينا عنا ذا سميا وذاتك اوكل ما إليه سميا ضرر ديغ لهم كثيرين جرم ايو كاسا انت سوق عالم بذاتك كو عمي ورماني ما يكاد لي رجم حديثين وين بكاد وحي اللي عنا ذا سوحا اللوغة جيدا مدى النياحة الله تلقى لي عنا ذا ضرر ديغ الله تلقى لي محايا هذيك الوحي كوري كوري معلي سيد الله لانكاري ونبقى دي الله كوري كان أكمل غص معايا لما كان لبس يقول لي واحد كوت حتى لين محمد بس ما يملك واحد كوت يرين كيرني وهو قال الله يا أصحابتي يا رجال متك كان لو يقول لي أصحابتي واحد سمين جري إني متك أنا خبط حيا ولا لا الحديث واحد ولا لا الحديث صحيح ها إن أظن محورته مثل ما أنت سوق طعام أتكلمت أو معليه اللي وجد جري معنا كلا تكون فصلت حتى كور بروح عن كود ضوضة الحديث فاس لما كان ذيك رئيس كواهيو شريف عبد النور اللي وجد جري مركي دولته
أي دعالي إلى أفر بلودي ميلاهاس شن بلود ميلاهاس المغنية أدلة أنكو سوغو كواس يكوا كلا يكم لهاي ما وصل إن كيرا سوني واحد يقان واقع لكن ما قد معانا وفعل حسوني أحاديثا واجدة كوان واجدة كوان حب بضل كوي أرهبين ومارك تجدين دا كدوا وانا قد محا حوك يعني علماء صلى الله عليه كجمعية مركا حوك استعمال يسو ما وحكا لحوك بضل الله مارك حوك وامي بشيف كيساء وافير يلا هذا قصانتها كان إنه صحيح كان ما صحيح وياي هذا قاعدة وصولها وحيتها الجمع بين الدليلين أولى من الغاية حديمة لما الدليل إلا كلميو بقى وحي كها بونته اللي دونه هي المتقاد والحارة ما هدين لما الدليل أي واصقنا لا مد مطوري كدي صارت أروح أوه وده يبادي وعين هبصة ما يساسي أي كوكم ميكالان سلا أدلال العلماء الاستعمالة كان هدو صعر وغي ولما كان أساقع تسين هاي ويقول لي النياحة من اللي سميه إن برار ديقل قلت لما سيكون نغن كرنا هذا هو عرفته وعندك عرفت كجري جري نرى بعض بعدون كجري هو حوي باب انفجر على واسكو ما رهي ماشى قفل لود عينه هي إيو صلاه هجع تمنع أي سنة هاي انت اللي بويو قف كي محاها مرجلا موجيو وحصو عندك عرفته هو كجري ما قرر ما كميت السحابي جالس وكان له وعندنا نوع علود إيو أما مدة صدقة وحن إلى هيد ميت كهجع سين لوج جيدو يا بالورديق يا بالورديق هي موجمة موجنا هي قضاء إلى أن هذا لقى هيني تاس معلومة هديك لو حوي أدي الذي شرع على ضدك كان هذا إما ضدك واحد خلف دمان حيلي ما أتك حديث مدرسة هذا هو كمان هي حديث كان معني سواح حوي هي يمشى وكفر يمين لما أوجع هديك قف وضع شيء على بيهان وكجف عيدس لكن مشى واحد إيمان هي أدي الذي كان كاوري ما ترى واحد كم إلى أدي الذي أبو داود حديث مورين هي وصحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام من أنصار كم من أيا جيريودي مركز النبي جنازة إسخاقي كذا جنازة بقبر جمر كن النبي تجي هو هذا الله مركز وقبر جمر النبي ويري أوصع من قبل رجله أوصع من قبل رأسه لنك اللغة أوبالار لنك ملح أوبالار ويا نك مركز والله أص حديث كاس إنك وريوه كله فاستقبله داعي امرأة نبي جوا واحد كهور يمد ناق داعي جيدي قف نن ناي صادر سته أو أي تري نبي جا يغير رواية أبو داود وين لكنيس رواية كلام قها مصابيح قص ولا بقول ورينا هي ونفسي جيدو وصحيح هي سيد حتى أوصاق على رهيو شيخ كالملا علي القاري اللي يريه هذا كتاب كي شرح يشرح وينه لا تقول مجلد كبدا ومشكات المصابيح أو كشرح هيو مرقات المفاتيح اللي يريه هذا والمول ده لو بيكل جاية وايس الحديث كي مركا كان روحه صيبة يعني الناقت وحياته رواية لك روحه كعب ريسا بهاد نفسي رواية هو أوري وهايه كعب ريسا فاستقبله داعي امرأته ننكي جيريو دي ناكتيس ومن اي صادر تقول نبي قوي يريها نبي كوري بي ننكا قولي يسيب على تيجي ما هاتي مركا محاي دياري ساي ناف بيقش ناف كينا مركا يهو دياري ناس وهايو دياري ناسا وحاويدتك قولي كتشوغي oo nabigii iyo dadkii la socdo meedkii soo aasay oo guriga yimid intay tarayaan ka horbayna fuu diyaarisa oo naaf feeqash nabigu waa yimid xoolahi maxaa lagu qalay meeshii geeridu ay ka dhacday madiidii nabigu calayhi salaatu wasalaam hayaa dadkaas soo aasay oo sida hadda Soomaalidu ay yeesho oo kale dadkaas marka soo aasay martiqaad looga dhigayo habee hadda salaada hadii loo niisan hadda waa gaar oo akhir korbay لكن مشى واحد عاي نبغى مركو هيلف شيء وطلع معي إنه قاضه وأفكه وكليه نبغى هيلف شيء مركو على نواه فحديث قصمنا فأخذ يلوك في كم أفكي سلبه منه كل رجع هيو وعلى لينك رواه مرجع سامي وعيد إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها واحد هلا هي أبو يرناف أري هيلف كيسي oo dadkii lahaa ilankooda la'aantooda lagu soo qaaday meesha marka arrinkaas soo baxday nabigu neefkiisa meeshii lagu yiri madiidi laakiin waxa ku soo baxay naagtii marka la weydiiyey waxa la yiri neefkaani oo ah waxa tiri neefkan qolo dariskayga lahaa naag baa ninkeedii baa lahaa ninkii waa raadiyo waa waay naagtii baa neefka soo qaatay waxa ay dhaw markii ninka aan saaragmo ana wixii soo siin doona waa neef aan idan loo haysan ma jeedaa nabigu neefkiisa inta la qaado halasiyo dadka la qafaalay
meeshaas qolbadii muhaadisiinta ee loo masal kala soo baxaan mid waxa weeye dadkii ahlumeydka ahlabsigoodi inay xoolo qali kara ilaa inuu aduun diiday markoo uu soo galo ama loogu yeelayo diidi laha iyo waxyaalaha xaraamta ah markii qofkii ilaaha aan loo celin karin ama meel laga keeno aan la aqoon in danta caamka lagu bixiyo haye nabigu muxuu yidhi dadkii qafaala maxaabiistii waxa weeye dowladda markaa jidha nabigu asaga maamulka hayay bay cunno ka sugaysa neefkaana waxa weeye ninkii lahaa looma celin karo sababtoo ah ninkii lahaa neef nool buu lahaa asagu marka wuxuu yeelanaya xaqiisu u wareegaya waa qiimo qofkan waxaa laga rabaa neefka qiimadiisi baa laga rabaa saasuu marka nabigu wuxuu yidhi neefkaas hala siiyo dadka maxaabiistaayo markaa xataa dadka ahlumeydka marka hadda saxaabiga jirirka hadlahayo ahlumeydka in loo kulmo cunno ay sameeyaan bukhaari siduu soo qaada caaisho lafsigeediba markii qof ahalkeeda ka mida uu geeriyoodo dadka ahalkaada inta u yeertay wax samayn jirda waxay samayn jirda cunno talbiina la yidhaahdo bukhaari lafsigiisaa dhigahay caaisha maysan ka wardamin xukum hadda waxa weye ugama jeedinin baloordiiq ugama jeedinin marka dhibku wuxuu ka taagan yahay weligeedba mushkiladda maanta islaamka ka taagan ama meel walba ka taaganba waxa weeye daliil baa meeshiisa laga soo qaadaya meel aan ahayn baa lagu fasiraya qofkii marka aan aqoon ahayn waa lagu camaynaya kuwan laftigoodana waa dad amar haysto oo wax kasta haddii loo sheego wax shaydaan kuu sinaya waa balaaya ma ogta qaadan mahayo isagoo og buu dardarhaya hayrshaanigiisa waxa weeye afkaartan aan haysto wax aan u cuskada haddaan helay marka meeshaasa ay xiran wey wax dambana yeeri ma ama saxiixa noodaa maysan ahaan taasi marka diin miyay noqonaysa soo geli mayna atuuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd kitaabka qaarkii miyaad rumaynaysaan qaar rumayn karaysa famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati اdunya wayowma alqiyaamati yuradduuna ilaa ashadi alcadaab dhibka marka taagani waa dhibkaa weeye macnuhu ma aha walaad kastoo wax sheegtaay waxaa isagu aaminsan yahay xaq iyo baadil wax kastaba ha ahaadee diintu inay daliil u tahay maaha diintan ilaahay uu soo dejiyey dhabba keliya ku socotaa qur-aanka ilaahay muxuu ku leeyahay walow kaana min cindi kayri illaahi lawajaduu fii ikhtilaafan kahiira qur-aankan cidaan ilaahay ahayn agtiisa haddii uu ka ahaan lahaa dadku gudihiisa waxay ka heli lahaayeen iskhilaaf fara badan bay ka heli lahaayeen hadda waxaa imaan doontaa aada arkaysaa laba wadaad midba inuu aayad dariisanahay taa marka macnaheedu in qur-aanku iskhilaafsan yahay miya waa maya midba aayadda yacni ka saaray booskeedii ya midba aayadda booskeeda ka saaray ya habeen dhowood waa maqlaysay baan u malaynayaayo meeldooda ofsad ka dhacday midba aayad dariisa waa aayadda ay wax alla waxaa kasoo horjeedaa itixaad iyo shabaab iyo xisbulislaam miyay la baxeen iyo balaayo dhan ay ugu gaalnay wax xukmiyaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum waman yatawallahum minkum fainahu minhum tawalliga qofkii ka wali yeeshay ayagu ka mid yahay waxaan usoo qaaday hadda xataa haddii laga dhiga tawalliga in la helo kamid ahaanshuu macnaheedu wixii kamid ahaansho la yidhaahdaa waa gaalnimo miya mid ahaanshuu macno badan buu leeyahay haddii qofku islaam yahay tawalliga laftigiisuna macnihiisu muxuu yahay yaan gaalo heshiis lala yeelan miya yaan gaalo muxuu ahaa wax laga gadalo mucaamalo lala yeelan miya nebi maxamed baa iska dhaaf mucaamale hadda nebi maxamed markuu geeriyooday yaa dayn ku lahaa sida axaadiisa ku ansaxday yahuudda raashid buu ka soo dayn yahuuddana waa qolada qur-aanka ilaahay uu ku yidhi latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waxaad ku ogaanaysaan dadka mu'miniintaa la colleeyo kuwa ugu daraanta badan in layihi kuwa yidhi yahuud baana nebi maxamed habuu ka dayn mucaamalo la yeesho oo kale haddee waxay dadka ku leynahayeen dukaankaaga waxaa ka iibsaday muxuu ahaa amaxaar amaar adduu ka iibsaday amaxaarka maa rasaasi xabad buu ka galay sigaal buu ka iibsaday waxa lamidka oo kale iyadoo lagu leeyahay deyntaasaa nebi maxamed geeriyo yahuudu ka soo daa yahuudda nebi meshiis baa ka dhexeeyey waa maya nebi maxamed cadowbay ku ah inay dilaan bay xataa isku dayeen waa nimanka cadaawadooda islaamku ay gaartay nebi maxamed inuu yidhi low aamana bii casharatu min alyahuudi la aamanuu kulluhum buu yihi toban oo yahuudda ka mid ah hadday rumayn lahaa iyagoo dhan baa rumayn lahaa waxaa nebi maxamed raacay toban laga leeni yahuudda ka mid ah masiixiyiinta in badan baa laga hel laakiin masiixiyiinta islaamka ku badan haddeen dowladaha masiixiyiinta aad arkaysa o dhan maxaa ka wada haddeenay had iyo jeer islaamaa hadda marna ma maqashaan yahuudi islaamay ya
فنادر ولمن على وضع ذهير كان مركز قارتها كل مسيحيين تها مركز إلهي وكان لها طولها ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وحد كله قال إيسان قال هذا كله وقلت له وأنت بلندتك مؤمنين تعالى جعلاه إليهم كله يلي أنه مسيحيين بأننا صوف كنا وحاوية علماء يوحي إليه صوفياء البادرياء بإليه هذا معها كويس لوين معها هذا هو الأخيس هذا كان هذا اعتماده إن بلندتك وليه أنه كان هذا كوارت وعضو سيئين وخضوعها يا رقم يقول لبنك معنا ما قلت مرك وحاوية وحاوالبا إنت تولي لي. حتى عليك محمد بن قال الحديث اكو انصح له هو وهو انه مسلم عام كده انه قال قال او قال ما يستي قال انه قال ما يستي طلع ولا دحيس ولا قال انه يدل على قال او قال هذا انت حلقه يا ان لي هذا حتى انه قال من هنا سيده هذا قال انه هو قال ما يستي حتى اوغو هذا مرك ادو كو سيفودو كو النبي وحديثك مسلم ويري هم شر الخلق والخليقه مخلوق إله يلا أشر بدر هذا النبي مخلوق إله مركوها قالوا ده كذي هذا قالوا ده كشر بدرات الله كلنا ولان كلا على عرق هذا قال الله كشر بدر قال يوم كشر بدر والله كلا ميسن كلا قال كلا ترى قالوا جينا لكم يلقاك كوتها غير لكن ما نقول جينا بدك يعني فن ميسن هاي بدك ديجيس هذا عيدا تقول قبلك نيك أوساق هذي لو روح يا الله هذا كحل لا أوساق هذي أما دين صويت سميس ها عيدا واحد بكي أوساق هذي القرآن كي كتير القرآن كي واحد أمريكا لين لا أنا حتى تولي قال الشيء حتى هذول عه قفكو هذول سبعة كلا إسرائيل بدي يوجيره وإله غرومي سيا النبي غرومي سيا وحيارات وحرام هذا قطع يادو بن إسرائيل يعني كريدين تولي قال نفس السؤال ما كيلو هاي المحاكاة وين بدن سورة الممتحنة إلى كسوق هذا نما أصحاب تكمل عه والنبي قوم مكان كدولة هي وراء قري أصيرتي النبي وجود بينها هي كارني أمريكا النبي محمد وجود كسر دولة نبي هو الله وحيوري وحن نبغو يعني دراي فرق سيد علي وكبير يعني نقبع مشى ولا ودو يري ولا وري ويقرس ما راح يكون حقرس ولا أقرس نبغو يري سعي ونبغو مركب أول الدنيا بعدما قرر المكان جوا النبي وحبذ الكسو الدولة وبرلا ما برلا كب حي أحد إلى أنت وطلعك بغطي نبكو يوم نبغو كدولو طبعا أيوة أولي بقى نقيم بس كان النبي معاهدة ذي عهد وقلب حي وكم الدولي كريم حتى هذي قفك بلن لي هذا قفك بلن كبح أي بلن الله هاي إلى الأويسة قارن مركب بلن ما قدم برية وحول بكبح حي بس كي واحد هاي النبي أسعد سمع له مكك صوص على أنت سوي دولي من المدينة أوي مالين ولا غلاس مركا مركي أصحاب تي أوت هجاي واحد ترى أنا وما هي ولا غلاس هذا دمر الله يسلي واحد لا هاي رجع شو ما هاي ده واحد النبي بينه مش يجيني أما وراغ لو أصوص على يساوي رئيس العالي بعيد أما ترك أن قال لي النف لأن سلام واتقالنا اللي يدرك على قال لي هيا فأصوص على وراغ لي ويكين وراغ لي محاكو قرى سحابي صوقر هيو حادم ابن بلتع اللي له وهو قرى هيا محواها فقال هذا مكو وليو عن مسلم وفي الله يعلمه والدين شيخ النبي ونه دقسوا الدولة أي الله وحاوة إلهي رسول كيسيه غلبة إلهي دين تسوى أمن سيد لكن محاك خصبي بنيروا الدنيا ماشاء واحد وشوي المي سي حاس كيس حياة وفي السنية قال الله أصوب ما كنا وعرفت أنا كمطرن ما كبرت كان كلا عليك كبرش يا رسول قبيك خلو كبرش ما كبر إلى يد أس قعنتها وفي ديو نوع بس أسمى لا واستعماله إلى المهنق المي سوق إلى ليا في حتى دم دين يا ما ودم دروية إلا ما لي إلى يقولك ملوك كله إنما أموالكم وأولادكم فتنة كو لكن النبي وراضي الله كيانو نيكي سحابي قال له قال حتى رجي دقال كبدال مخلاب قالت لك قاكي وري عمر بن عمر ملايه ويري إلهي رسول جيسي وقالت لك قويني يا منافقا نبي قاتل حتى روح نبي إنه شهد الشهيد بدرا وعلى الله اطلع على أهل بدر فقال الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت ليك على دقال كبدال مخلاب قال عمر بوها وش الله كينها يا موت لكن مثل نبي موجينها يوحى علينا استنقال لما قرسينا دوقفكو إيمان كيسو نبيها وحال ذلك أنه إلهي إنه أهل البدر انتضى على عليه وكيري وحال افتان سمهي واندين بافه تم عليه ذو ما أهل البدر إلهي قال لما ضوبا نانسا إلهي قال لما قفنا وما دافه إن الله لا يكثرهم شرك به وي قال لما إلهي ما دافه لكن لم يقول له جيلا من كاني دنبي أوليه من إنه صلاحين دنبي صالي ولا كساره
نبي جو أمس حتى ولا غلي سكان مغتئل الدين تأمس النبي جل من مديس لكن دم تعيله دلوقة وإلمه سياحة كيس قصة أفسر يا دو عن تماشى كلها أيها أخو خصفتي نبي جل كعيل إلى هنا آيات بسود جي موجنا يسلك ساسة مي إنه صل إيمان كقبحين أمري لا إله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخطيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أيضا سؤال إلهي من الذي كان سوف يسألك كوا المؤمنين تايا عدوه يعدوه إنها كي يلنينا كوا أولياء أولياء أتكادي قتال هذين كوا مركا يعني سيرتي النبي قولده هايو مودده سي يعني إلا هاوش أمركا قفصا سوكرا أتصال إيسو وحيدين الله جعيلا أتصال إيسو أكرا مركا سئل المؤمنين وكروا إلهي عليها أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تسكى هذا ولا أغلى أدوك أدوك ريسا وهي أدوك إذن يمضوا حق على يكون كفريا يخرجون الرسول وإياه أدوك يا رسول كما إذن بحيانه مكا إذن كسو صاري ما هي إذن سو صاري وإذن الله دقال ما هي أن تؤمنوا بالله ربكم إن هذا الله الرميسا والفكرة إذن كان بعض الله الله هي أعيد أسيك سوى دكتيمك إنه مومي هالغ الله خطاب هي بس كان واحد الذي أصبت وجود بسعادة ويديه وهي دي الله تعالى غير ربي غير ربي مكاس إله بالله إن كنتم خرجتم جهادا حتى أصوى بحالي من كيف كان سمع لك الله إلا جدك يكون جهادا ورضاه يجد طرفتا لن وراء قريب بساس نمو فالولا خطاب هي إنه أصوى بحالي جهادا في سبيل وفتغا وعلى الله جهاد كي يقوى بوري يا حتى النبي قل لي بدر بوحال هذا قال لي ما تهوشي برسو صمد ماتي فيري فقالوا سيد الماما تصرون إليهم بالمودة وحب واربع أسر إيسار إيسار وصفت مسلمين جعيل أذنك وجعيل موجنا وحب قريسان وحب موجسان ألوغ وألوغ إلهي بكم سوغل ومن يفعله من أرين تاقف كي سامي وتولي على صوشه وأذنك إذن كم بدي جيتك متكي سالح الدحية وتوصل بخلوما مالك آيات دعوة الأورانة أيها كم بدي معناه أولي كم بدي هدو قفك إسلامي ما دي سكة لأي كله لكن وحيالك الله ظروفا عمد الله يسوك يرانا هده حتى ولاية الله قيله بعدين دي بقم بديه هذا محاول الله ورقبا آيات داسة انت الله صلى الله قيله بقول روا أمركا وإنه آيات داس فإنه من الحكومة لنكي محوها بارلمان بو فود كان أغلى اللي جيله لأي لنكي وحد تاقنا ميشا بلحتو يلا اللي جيله لأي وإذا رأي نكونا شتاس مدين بقى هذه آيات داس أي كلمنا يسوع حتى ولاية هذه الله يعطيك على مثلا مدى سو إلى أي مسجد الجنة القرآن كأس خلاصا يعني القرآن يفسر بعضه بعضا نبقى مركب واحد كينا هي حديث صحيح النبي كله إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضا القرآن كان له مسجد الجنة قاركي قارك كريلو بيني لكن واحد مسجد الجنة قاركي قارك كريلو مركا آيات انت معنى كفصرته آيات كلا اي ديران وهي تصيرها يعني معنىها سأدوب على رأس مدر وخلطها وانو كنا لجوه قرآنكو مركا واعسي ساحا أصيغ آياسي ساحا واحد مركا هذا واحد يخطر هذا بالقرآن اسمركا تفيريسو سوماني مركي متشير انو واجوه تذكى واحد يقول لانجلي ادنى شيء حال قول لانها هي باب مساكينة وتوكا مقالنا هي اتوبيا ومفرا مركا يتمنى ايسان فران وراي وقفر رايه markaas intay imaadaan sigaar bakay ifsanayaan waxyaalo kale u baahan yihiin qofka haday ugu roolaada mar iyo laba la soo wacaaya waxa la leeyahay kaba gari kadi oo haday nin qori wasa anigu ma diidi karo ilmayga suugan ka xir oo waa baahan oo haday ilmayga iyo aniga ii diinahay suuqa bakaraha markuu soo aadaa la kharijinay quraanka ilaahay wuxuu ku sheegay taas xataa beec wala baaha walaha laftigiisa qofka muslimka ah gaar inuu wala u sameeyo haday cabsi ay ku khasabto إلي سندم بها الله قبلي حيث آية القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ آية لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال أولي هكذا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فبكي قال له ولا لصبه إسلاعي إلهي حقيسة وحبك معهان إلا أن تتقوا منهم تقال إلا أتكبغ ذلك بك أولها أن لصبه إسلاعي عفسينا يدكو حبارة ما عفسينا أقول لمن لنك عمشك هدو دينا ودينا هي واحرها يا واحد من الماتون كويب
هذا ولا لفت يسوع صلى الله عليه وسلم فصل لنا يا ما قال هي شيء سلا لي شيء إلا المرأة جناس لي لا تأوك لي المرأة ترى هذا ورد ولد بعدها بيصلى يا إلها واحد واحد دين تؤيدين يسمع وأنا ما لين المغرب كذا كل يبي هذا موضوع كذا هذا وقت هذا والله هين والله شيء هو ما يتخص أصلا لكن هذا وسوق وقبينا يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.